اهلا بيكم، يلا بينا بقى نقوم نعمل بقى الكيكه الحلوه دي. ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، سهله بسيطه، مش محتاجه بقى مضرب ولا اي حاجه، عملتها في الخلاط يعني في منتهى السهوله ومنتهى السرعه. وزي ما انتم شايفين عملتها في القالب السيليكون ده، وكمان احلى جناش شوكولاته نعمله مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو للاخر، بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك، ولو انتوا اول مره بتشوفوني انا ايمان جمال، ما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان تشوفوا كل جديد. ويلا بينا بقى نشوف المقادير ايه. اول حاجه كده جبت الخلاط بتاعي وحطيت فيه 3 بيضات كبار، 3 بيضات، وهحط عليهم كوبايه ونص من السكر، وهحط كوبايه ونص برضو من الحليب. الحليب يستحسن يكون دافي. وحطيت كمان كده تقريبا معلقه صغيره من الفانيليا السائله. الفانيليا السائله ريحتها بتبقى تحفه يا جماعه، جربوها لو ما جربتوهاش قبل كده. وحطيت كمان معلقه خل، الخل بيخلي الكيك تحفه وبيخليه خفيف كده وجميل. هضربهم بقى كويس جدا. حطيت طبعا معلقتين كاكاو خام، وهضرب بقى كويس جدا كده على اعلى سرعه. وبعدين هنزل بقى الزيت. طبعا احنا ما حطيناش زيت في الاول خالص، انا بحب ان انا اضربها كده في الاول عشان تكون مليانه هواء قبل ما انا احط الزيت. دلوقتي بقى حطيته وهضرب كمان مره، هضربها كويس جدا. كل ما نضرب شويه كل ما بيكون النتيجه احسن زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى نحضر المواد الجافة. انا حضرت 3 كوبايات من الدقيق، عليهم باكت بيكنج بودر. طبعا الكيك ده المفروض يتحط له 3 كوبايات، انا كالعادة مش بحط الثلاث كوبايات بحالهم، انا بحط 3 كوبايات الا ربع، علشان في الاخر زي ما احنا عارفين ان كل دقيق بيبقى ليه درجة معينة في امتصاص السوائل اللي حواليه، فاحنا بنخلي اخر حبة كده بننزلهم بالتدريج على حسب احتياج الخليط بتاعنا. زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي نزلت بقى الخليط على المواد الجافة، البيكنج بودر والدقيق، وهقلب كويس جدا كده واشوف بقى الخليط محتاج دقيق تاني ولا لا. لقيته ان هو سايل قوي، حطيت بقى ربع الكوبايه اللي انا ما كنتش حطيته اصلا من البدايه، يبقى كده الكيكايه دي خدت 3 كوبايات من الدقيق. زي ما انتم شايفين بتعمل خطوط وبعد كده بتختفي، ده الخليط المظبوط لاي كيكه عشان تطلع معانا هشه كده وحلوه. دلوقتي بقى هجهز القالب السيليكون. انا دهنته دهنه بسيطه جدا من الزيت، حاولوا ان انتم ما تكتروش الزيت في القالب ده. وبعد كده بقى هحط القالب ده، هحط الخليط قصدي، وبعدين هكون مسخنه طبعا الفرن من قبل ما ابدا، مسخناها على درجه حراره 180، وما ينفعش ان احنا نحط القالب كده منه للفرن على طول، هتلاقوه ان هو اتلسع والجوانب احمرت قوي من قبل اصلا ما الكيك يستوي. وهمسح بقى كل اللي نزل كده على القالب عشان يبقى نضيف وشكله حلو في الاخر. ودلوقتي هجيب الصينيه اللي هحط فيها القالب علشان لو حطيناه كده هتتحرق طبعا. دلوقتي بقى هدخلها في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. انا طريقتي في خبز الكيك ان انا بحط الكيك على نار عاليه لمده 10 دقائق في الاول، لمده 10 دقائق بس، وبعد كده بهدي النار ل 180 تاني علشان الكيكايه ترفع بسرعه وتكون معايا اهش من اي تسويه تانيه. جربوها هتعجبكم جدا. دلوقتي بقى انا سبت القالب ده طبعا علشان الكيك عالي، فبياخد معانا من 45 دقيقه ل 50 دقيقه، فعلى حسب الفرن بتاعكم. سبتها بقى لغايه ما استوت زي ما انتم شايفين، واختبرتها بخله، وفي الاخر بلاقيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا قالب السيليكون بتطلع منه الكيكه بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده، هو قالب السيليكون علشان احنا حاطينه في صينيه فبياخد سوى اكتر، وكمان علشان الكيكه عاليه فبتاخد سوى اكتر من ان احنا نعمل في صينيه تكون واسعه او كده، بس عادي يعني في الاخر بيبقى شكلها حلو وقمر كده، فعادي خالص. لو عندكم القالب ده جربوها، جربوا الوصفه دي بمقاديرها بكل حاجه، بجد هتكون تحفه. وكمان عايزه اقول لكم لو عايزين تشوفوا مقادير الصوص اللي عملته للكيك ده، هسيب لكم مقاديره في صندوق الوصف. شايفين الكيكايه عاليه ازاي؟ طبعا عاليه وشكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، وهشه وطعمها حلو جدا، يعني مع كوبايه شاي كده من غير صوص من غير اي حاجه خالص، نقطعها وتبقى زي الفل، مش محتاجين صوص خالص. الصوص ده ابسط منه مفيش. انا حطيت الكوبايه من الشوكولاته المتسيحه، عليها نص كوبايه من الحليب، وعليها معلقه من الزيت، وبس كده قلبتهم على بعض وبقوا بالشكل ده، بيبقى صوص لامع وحلو كده. علشان لو انتم مش حابين انكم تحطوا مجرد شوكولاته متسيحه وفي الاخر تنشف ومش هتكون ظريفه خالص، فحطوا عليها نص كوبايه من الحليب، هتكون معاكم احلى جناش شوكولاته. وزي ما انتم شايفين كده حطيت عليها كريسبيات كده من فوق وبس،
ممكن ما تستخدموش كل ده والله يا جماعة، كلوها كده لوحدها جنب كوباية شاي، مفيش أحلى من كده على الفطار بقى على العشاء. بس كده بس كده بقى، دي وصفتي النهاردة. متنسوش لو عجبكم الفيديو ده ووصلتوا معايا للآخر، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا، واستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد.